وأدعو إلى المنصة تشرف سيد عادل السادة رؤساء المؤسسات والشركات الشأن المحلي. وبهالمناسبة ونرحب الضيوف اللي جاوا وشرفوا الإقليم ديال تطوان والحضور ديالهم في هذا الملتقى. هذا تطوان اللي دائما كانت أرض مضيافة وأرض كيف قال الأستاذ الفاضل السي أنس الملاحي، أرض ديال الثقافة وأرض ديال العطاء وديال الابتكار. وتطوير المجتمع للسيد مدير فندق قادم السلام السيد طارق المشناش الذي يعمل على مواكبتي. شكرا. الجامعة أو بلدية الزرقاء في تقارب وجهات النظر بين الجماعات، المشاركات المتبادلة تتضمن تبادل الزيارات بين المؤسسات الموقعة ومشاركة ورشات رئيس جماعة تطوان. تختتم الجلسة الافتتاحية بكلمة أشهر أيام التصور العموم سنة 2023 والذي كل طبعا. ونستأنف الجلسة العامة الأولى مباشرة والتي سنؤخرها وسأعتذر أشغالها الأستاذ مهدي الرئيس مع وزارة